هل تعلم ما هي الحيوانات التي ترى الشياطين؟ قبل أن نبدأ أولاً، ضع لايك واستغفر الله في التعليقات. 1. الحمار. عندما يرى الحمار الجن يفزع ويبدأ في إصدار أصوات غريبة بسبب فزعه. 2. الكلب. حين يرى الكلب الشياطين يبدأ بالنباح وإصدار الأصوات الغريبة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فاستعيذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون، انشرها ليعلم غيرك.